أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الصحافة اليوم، والتي نطالع فيها أهم وأبرز الأخبار التي تصدرت صفحات العدد الجديد الصادر من جريدة روز اليوسف. معي هنا في الاستوديو للتعليق على هذه الأخبار وأيضا لتناولها بالقراءة والتحليل الكاتب الصحفي بالجريدة الأستاذ حسن عبد الظاهر. أهلا وسهلا بك معنا اليوم. أهلا بك وصباح الخير عليك ولكل السادة المشاهدين. مشاهدينا نستهل هذه الجولة الصحفية من الصفحة الأولى ونقرأ: الحكومة تطمئن المصريين، الوزراء لا بيع لشركات المرافق العامة وزيادة التمويل للفئات الأكثر احتياجا، وحصة مصر لم تتأثر ببيع شركة إيني بنسبة 10% من حقل ظهر. يعني بداية نود أن نتعرف منك من خلال التفاصيل التي وردت بهذا الخبر عن الخطط التي ناقشتها الحكومة المصرية والتي تستهدف بالأساس إيصال أو زيادة التمويل للفئات الأكثر احتياجا في المجتمع المصري. خليني أقول لك أنه ضجة حدثت وبيان مجلس الوزراء مركز دعم القرار اتخذ قرار بمجلس الوزراء تعليقا على مقال الدكتورة سحر نصر وزير التعاون الدولي بمجلة وول ستريت جورنال بعنوان مصر تسير في مسار اقتصادي جديد، وكان التناول فيه بشكل تفصيلي حوالين الوضع الاقتصادي وازاي انه من ضمن آليات تطوير هذا المناخ الاقتصادي وتحسينه في مصر هو أن يدخل القطاع الخاص شريك في القطاع العام وليس بيع، يعني يدخل في نطاق التطوير. فهنا صارت ردود أفعال كثيرة جدا، هناك من رأى أن هذا بيع للقطاع العام والمرافق العامة، وبالتحديد في ناس تحدثت في نقطة الكهرباء والصرف الصحي وكافة المرافق في الدولة، لدرجة أنه هناك في طلبات إحاطة بهذا الشكل حول هذا الموضوع. نعم. ولكن مجلس الوزراء نفى هذا الكلام نفيا قطعا، ويمكن كان أثير أيضا يمكن في مجلس النواب بالأمس حوالين أنه هل فعلا في بيع أحد الشركات شركة النصر الأدوية، وطبعا أيضا رئيس البرلمان نفى أنه يكون هناك أي بيع لأي مرفق في الدولة. ولكن المقال كان تعقيبا إزاي أننا أطور القطاع العام. نعم. والحقيقة العمر أنه في ما طرحه في المقال هو جزء من البرنامج الذي برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي عرض على البرلمان وتم الموافقة عليه. نعم. هو ما سيتم، أعتقد أنه هذا سيتم، أنه أن القطاع الخاص يمتلك الكفاءات ويمتلك الآليات، والقطاع العام هناك مرافق مترهلة، هناك مرافق يعني لا تكسب، فبالتالي إزاي أنا أحول هذه القطاعات إلى كيانات رابحة تفيد ومع الحفاظ على كافة حقوق العاملين بها وأنت تصبح منتجة، بالتالي هناك أنه القطاع الخاص يدخل شريك في هذه المرافق. ولسه طبعا مش يعني الخطة مش واضحة هتم إمتى وإزاي، دي غير محددة حتى هذه اللحظة، وبالتالي كان هنا النفي قاطع وصريح أنه لا بيع لأي مرفق للقطاع العام. الأمر الآخر الذي أثيره هو أمر فيما يتعلق بشركة إني التي باعت جزء من حصتها 10% لشركة بريتش بتروليوم، وفي مخطط أيضا بنفس آليات ستبيع 5%. هذا لن يؤثر على حصة مصر إطلاقا، دي اتفاقيات دولية بتتم بين الدول وبين طب ماذا عن التزامات شركة إيني التي جاءت في الاتفاقية؟ هل بيع هذا الجزء سيؤثر على هذه الالتزامات؟ إطلاقا إطلاقا، وهذا ما تم في وتم الرد عليه، انه دي اتفاقيات، يعني مصر التي تمثلها شركة بلعيم. نعم. في تأسيس شركة بترو شروق إني لها حصتها اللي هي 10 وده 5%. نعم. أنا عايز أقول لك كمان إنه في شركتين عالميتين في هذا الحقل، في حقل زهر، طبعا ده بيمثل بعد اقتصادي مهم جدا، كيفية إنه ويعني
ودعاية جيدة جدا للاستثمار، وانه المناخ جيد جدا، ان انت في تنقيبي وفي حقول في هذه المنطقة، وده أكبر حقل في منطقة الساحل الشرق المتوسط. الأمر الآخر، خليني بس أتكلم في نقطة مهمة جدا، أنه فكرة أنه النهاردة متكتب مقال في مجلة أجنبية كبيرة جدا، أنت النهاردة عايزة توصلي للرأي العام العالمي مدى الاستقرار ومدى المناخ الجيد للاستثمار في مصر، أنه عندما تكتب كانت معارضين أو من يهاجمونك كانت بتتناول بشكل بيروجوه، لكن هذا المقال مقال جيد جدا، وهو يتناول ازاي ودعاية ايضا لتحسين مناخ، الدعاية لجذب الاستثمار ودعم المستثمرين ان يجوا مصر ويستثمروا، وانا اعتقد ودي فرصة كانت جيدة للترويج لمناخ الاستثمار في مصر، وان احنا في وضع جيد جدا ونسير في الاتجاه الصحيح. أيضا مشاهدينا، من الصفحة الأولى نطالع تقريرا عن حالة الجو، الأرصاد الجوية تحذر طقس ممطر وغير مستقر اليوم، حالة عدم الاستقرار في الجو تستمر حتى الجمعة بجميع المحافظات. يعني هل لك سريعا أن تطلعنا عن آخر أخبار الطقس في الأيام القادمة؟ هو طبعا خلينا نقول أن التجربة خير دليل، نعم، أنه ما حدث في رأس غارب في البحر الأحمر وحدث في مناطق أخرى من سيول، وحتى حوادث حدثت على الطرق في بسبب الطقس، لابد أن الدولة تأخذ هذه الوزارات المعنية بالتحديد تأخذ هذا الكلام على محمل الجد، أنه سواء في حالة حدوث أمطار سواء في حالة حدوث سيول، أنه لابد أن تكون المخرات جاهزة، كل ما يتعلق بشفط المياه كل الاحتياطات اللازمة لمواجهة هذا الطقس والأحياء تكون جاهزة. أنا مش عايزين بس في عنوان متكرر كل سنة وكل شتاء بالتحديد، القاهرة تغرق في شبر مية، الجيزة تغرق مش عارف محافظتي تغرق في شبر مية، هذا العنوان متوارث، عايزين نتدارك ذلك، وإحنا النهاردة في وضع أفضل، في إمكانيات، في شفنا إحنا ما حدث في رأس غارب إزاي الدولة تدخلت وأنقذت الموقف، نعم، رغم ما حدث. إحنا عايزين نكون جاهزين مستعدين لأي احتمالات. نعم. أيضا مشاهدينا، من الصفحة الثانية تقرير آخر عن جهود وزارة التموين في السيطرة على ارتفاع الأسعار، ونقرأ من صلحي ارتفاع ميزانية دعم السلع التموينية والخبز إلى 49 مليار جنيه والاحتياطي آمن. يعني ارتفاع ميزانية وزارة التموين إلى هذا الرقم الضخم ربما يمثل أمانا بالنسبة للمواطن المصري في الحفاظ على السلع التموينية التي تعد استراتيجية وأساسية في كل بيت مصري، كيف تعلق على هذا الأمر؟ خلينا نقول أن احنا في الفترة الأخيرة يمكن بدأنا في وما زالت هذه، وإن كان هذه الأزمة مستمرة، في أزمة في نقص السكر، في أزمة في نقص الأرز. الحقيقة الوزارة بتحاول تدخل جاهدة في المنقصات العالمية في شراء هذه حتى توفر مخزون استراتيجي يكون أمانا، بحيث أنه المواطن عندما يذهب إلى البقال يجد سلع التموينية. لكن ما حدث في الفترة الأخيرة هو في عجز في السلع التموينية واضح لكل الناس، الدولة تدخلت بشكل مباشر، في بدأنا نشوف حتى في الدوائر، دوائر النواب بدأنا نشوف انه في سيارات فيها يعني تحمل السكر الطبيعي باسعار مخفضه، بدأنا نرى يمكن في الوزير ومجتمع ايضا بالامس مع شركات المعنيه بذلك، الشركه القابضه للصناعات الغذائيه ومدير المديريات، بحيث انه يتم نشر السيارات المتنقله تابعة للشركة القابضة بحيث تبيع السكر بأسعار مخفضة، الزيوت بأسعار مخفضة، ده حتى نخفف عن كاهل المواطنين في ظل القرارات الاقتصادية الصعبة، يعني القرارات الإصلاحية التي اتخذت. فهنا دي أحد برامج الحماية الاجتماعية، أن أنت توفري السلعة بشكل سلعة جيدة وبشكل وبسعر مخفض.
طب بعض محللي الاقتصاد رأوا أو قالوا إن زيادة عدد حلقات التداول حتى وصول السلعة التموينية إلى المواطن المصري في النهاية هي السبب الأساسي والرئيسي في هذه الزيادة في أسعار السلع التموينية، مع عدم وجود الرقابة ربما على هؤلاء التجار. خلينا احنا بنتكلم كل أزمة بنقول ما فيش رقابة، ما فيش رقابة، لابد أنه في جهاز حماية المستهلك يقوم بدوره، والمواطن ايضا يكون بدوره. يعني هو بيقول لك يعني في معادله اقتصاديه انه شراهه المستهلك هي التي تؤدي الى جشع التاجر. فالسلع ما بتبقى بشكل مرتفع بشكل ليس يمكن قبل القرارات الاقتصاديه او بعد ما خرجت القرارات الاقتصاديه لقينا ارتفاعات غير مبرره، انه السعر بقى زياده عن اللازم. فبالتالي ثقافه المستهلك نفسه لابد ان تتغير. ما اسعارها ترتفع يعني لما اعمل مقاطعه عن سلعه ما او ما اشتريهاش هنا التاجر السلعه، يعني لو سلعه استهلاكيه. اذا هل ترى ان بعض المبادرات الاجتماعيه التي تطلق لمقاطعه بعض المنتجات في ايام محدده سوف تفيد وتكون مجديه في مواجهه مثل هذا الجشع؟ والحقيقه القوات المسلحه بتقوم بدور عظيم جدا في العربيات المتجوله في كافه انحاء، يمكن بالتحديد بنراها في كافة أنحاء القاهرة الكبرى، في بجوار محطات المترو، بجوار أماكن الازدحام، بأماكن التجمعات، بتبيع السلع بأسعار مخفضة. دي دور مهم جدا، نتمنى التوسيع أكثر من ذلك لكل وزارة التموين تقوم بهذا الدور، أن تكون هناك مبادرات الجمعيات تقوم بدورها، لأنه احنا في ظروف نحتاج هذا النوع من المبادرات. أيضا مشاهدينا من الصفحة السابعة بنقرأ: سوق السلع ترتبك بسبب ارتفاع الدولار الجمركي، 100% زيادة في أسعار الأجهزة الكهربائية والملابس بنسبة 40%، وزنانيري ضرورة إعادة النظر في خريطة القطن المصري. يعني من فضلك أطلعنا الأول على معنى كلمة الدولار الجمركي، ما الفارق ما بين الدولار العادي والدولار الجمركي؟ طبعا عشان أنت بتستوردي بسعر معين فبالتالي بتزيد عليكي، يعني كنت جايبة بالسعر نعم. وصار السعر بالشكل اللي احنا شفناه دلوقتي كان ب 11 جنيه، وما تم تحرير سعر الصرف أصبح قيمته الحقيقية في السوق المتداولة، لكن كل هذا تحمل عبء المواطن. نعم. الحقيقة حدثت ارتفاعات غير عادية وغير في كافة السلع، ليس فقط في السلع الكهربائية، أو يعني حتى دلوقتي المبردات والتكييفات أسعارها ارتفعت بشكل كبير جدا. كان في السابق أي حد عايز سلع يعني جهاز تكييف يجي في فصل الشتاء يشتريه عشان يكون سعره أقل، بالعكس ارتفعت الأسعار 40%، وطبعا ده أدى إلى قلة حركة البيع والشراء بسبب تحرير سعر الصرف. واحنا ما ننساش انه اغلب الماده الخام التي تستعمل في انتاج المواد الكهربائيه احنا بنستورد 70% منها من الخارج، فده بيمثل ان انت السعر المرتفع، سعر الدولار 17 جنيه و18 و16، ده رقم مش قليل يعني، في ولكن اعتقد انه في الايام المقبله هذه الاجراءات بتاخذ وقت حتى يستقر سوق الصرف، زي ما بيقولوا المحللين المصرفيين والمانين بذلك، انه في الفتره اللي جايه السوق سيستقر. احنا في مرحله عدم استقرار في زياده ونقصان، ويمكن متجه للزياده الى حين تستقر، وده كله يرتبط بمعدل زياده الانتاج. ان انا النهارده ما يكون عندي زياده انتاج بشكل عام في اي سلعه هناك سيحدث هناك انخفاض، لكن طول ما انا بستورد حتى الماده الخام، ولذلك احنا بدانا نلاقي مش سلعه، يعني احنا بنقول مثلا السلع الكهربائيه او اي سلعه اخرى، يعني احنا بنتكلم في ادويه بقت مختفيه وناقصه من الاسواق، دي سلعه قوميه، سلعه استراتيجيه مرتبطه بحياه الانسان. يمكن انا في مواطن يستغني عن 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 الجهاز الكهربائي ما نعم، ولكن لا يستطيع ان يستغني عن الدواء. فبالتالي هو الحقيقه انه الاجراءات الاقتصاديه دي احد النتائج الطبيعيه وليست هي نتائج غريبه،
ولكن ستأخذ وقت حتى تستقر الأمور. طيب البعض قال إن الدورة الاستيرادية للخامات والسلع بتتحدد كل 3 أشهر، وعلى ذلك طلبوا بتثبيت سعر الدولار بشكل يعني يومي لمدة حتى ولو تكون قصيرة حتى يتمكنوا من استيراد كل ما يلزم من السلع والخدمات. هل تجد أن هذا أو مثل هذا القرار إن تم تطبيقه سيجدي نفعا في الحد من ارتفاع المتزايد في أسعار؟ هو احنا زي ما قلت انه احنا في سوق غير مستقر، سوق الصرف لسه لم يستقر بعد. عندما يستقر يعني انا يعني هو جرت العادة للأسف الشديد بسبب عدم الرقابة انه حتى لو استقر سعر الدولار السلعة مش هتنزل، دي للأسف. احنا محتاجين الرقابة، لكن هل الدولار هينزل؟ هينزل سعره، هنخفض سعره في الأيام المقبلة. دي في ظل الإصلاحات، والإصلاحات دي كانت مهمة جدا. أن تأتي إن كانت مؤلمة الآن، فإن تأخرت ستكون أقصر إيلاما. فإحنا ده كان مهم جدا، ولكن يعني الشعب متقبل هذه الإصلاحات، متقبلين إلى حين الأمور تسير بشكل أفضل. نعم، كما ورد في هذا الخبر أن الحل في مواجهة هذه الأزمة هو إعادة تنشيط بعض الصناعات، كما جاء على سبيل المثال النظر في خريطة القطن المصري. برأيك ما هي القرارات التي ربما تساهم في تنشيط بعض الصناعات المصرية، مساعدة المنتج المحلي، والتي لابد للحكومة المصرية أن تتخذها في هذه الفترة؟ احنا طبعا حتى الأمور وتستقر الانتاج، هو يعني لازم يكون في انتاج. لو المصانع، احنا دلوقتي بنرى مصانع بتتوقف بسبب عدم وجود المادة الخام، او انتاجيتها تقل، وبالفعل في مصانع انتاجيتها قلت. نعم. زي ما حدث في مصانع زي الأدوية، نفس المشكلة عند مصانع الأدوات الكهربائية، اي سلع اخرى قل انتاجها. طب الحل ان انا النهاردة لازم سهل مناخ، زي ما احنا بنقول في الإجراءات، القطاع الخاص سيكون شريك أساسي في أي مرافق عامة. إن أنا النهاردة أسهل إجراءات قانون الاستثمار، طبعا سيقضي على كل هذه الإجراءات البيروقراطية، نظام الشباك الواحد. نعم. كل هذه الإجراءات لازم تحسيني مناخ استثمار جيد. هذا المناخ سيؤدي إلى أنه يكون هناك إنتاج، فبالتالي يكون عندنا أعمال مدربة ومؤهلة. مش يجي مثلا مصانع شغالة عايزة عمال، تضطر تجيب عمال من الخارج أو تلجأ أنها تجيب عمال من الخارج. لا، لازم لا. لازم يكون كل هذه الأدوات والأليات متوفرة، حتى دي عناصر الإنتاج، عناصر الإنتاج، عامل بشري والعمل التقني والمصنع، حتى يكون هناك إنتاج. فبالتالي ما على الأقل نحد من عملية استيراد السلع من الخارج. السلع. طيب مشاهدينا، من الصفحة 7 تقرير عن كيفية تسويق مشروعات قناة السويس، ونقرأ: تسويق مشروعات تنمية محور قناة السويس من خلال العلماء المصريين في الخارج. يعني نتحدث هنا عن مؤتمر مصر تستطيع المقرر عقده في الغردقة منتصف الشهر المقبل. يعني من خلال ما ورد بهذا الخبر من تفاصيل، كيف يمكن لهذا المؤتمر أن يساهم في تسويق مشروعات تنمية محور قناة السويس؟ هو طبعا هو هنا بنتحدث إزاي احنا لدينا علماء في الخارج، ولدينا مصريين في الخارج عددهم حسب التقديرات الرسمية يزيد عن 8 مليون. يمكن كنا بنقول تحويلاتهم تتجاوز في ذلك الوقت، يمكن قبل 2010 كانت تفوق دخل قناة السويس. فإزاي استغل هذه القوى البشرية والعلماء في التسويق لمشروعات قائمة؟ عندنا مشروعات زي مشروعات في محور قناة السويس، زي مشروع زي الاستزراع السمكي، مشروعات المعنية بمصانع الأمصار والأدوية، المصانع كافة، المدينة الصناعية كاملة في هذه المنطقة، منطقة شرق القناة ومنطقة شرق بورسعيد. إزاي نستغل هذه المنطقة وسوى ليها حتى تكون منطقة لوجستية؟ وإزاي أن أنا أقول أن هذه المنطقة منطقة جذب كبير للمستثمرين في الخارج؟ فهنا لابد من أن يكون للمصريين، أو الحقيقة بيلعبوا دور، يعني في الآخر احنا بنتكلم ان هم قوة كبيرة بيمثلوا حتى بعلاقاتهم
بأماكنهم بمناصبهم هناك، إزاي نستغلهم في التسويق لمثل هذه المشروعات الضخمة، مشروع محور قناة السويس، مشروع قومي كبير جدا يدر دخل كبير جدا لمصر. أيضا مشاهدينا من الصفحة ذاتها، الصفحة السابعة، تقرير عن النقل البحري في مصر، ونقرأ أسطول النقل البحري خارج حسابات الدولة المصرية، و95% من حركة التجارة المصرية تتم عبر شركات الملاحة الدولية. طيب، يعني في البداية نود أن نتعرف عن أهمية بناء أسطول بحري عملاق، من الممكن أن يساهم في وضعنا على الخريطة العالمية. كيف سيساهم، أو ما هي العوائد الإيجابية التي ستكون موجودة على الاقتصاد المصري؟ أنا الأسطول، يعني احنا كنا بنتكلم قبل اللقاء، يمكن كان في فيلم شهير اسماعيل ياسين في الأسطول البحري، فيعني كان في أسطول تاريخ مصر زي ما جه في العنوان هو خارج نطاق الخدمة. يمكن كان وزير النال الدكتور جلال مصطفى السعيد كان مقدم خطة لتطوير هذا القطاع، قطاع أسطول النقل البحري، بحيث هو نقل تجاري بحت. واحنا بنتكلم لسه في مشروعات قناة السويس والمحور، يعني كله متعلق بالنقل البحري. يمكن لك أن تتخيلي أنه 90% من حركة التجارة يمكن عبر السوق الملاحي النقل البحري، ولكن زي ما جاء في الخبر وزي ما معروف أنه شركات أخرى غير الأسطول البحري المصري. الأمر الآخر أنه لك أن تتخيل أنه 100 في 2015 كان حجم البضائع التي نقلت عبر النقل البحري كان 133 مليون طن، وده رقم كبير جدا. فأنا إزاي النهاردة أستغل هذا الأسطول وإزاي أطوره، بحيث احنا بنتكلم عن تجارة إزاي وفي مناطق لوجستية مهمة جدا في قناة السويس، في محور قناة السويس وربطها بكافة المناطق، خصوصا موقع مصر المتميز ما بين القارات الثلاث. بالضبط. إزاي أن أنا أطور هذا الأسطول، وده مهم جدا في المرحلة المقبلة، وأعتقد أنه هيكون فيه تطوير لأنه هو أحد وسائل النقل الهامة التي يجب أن تلتفت إليها الدولة، وأعتقد هيكون في جديد في الفترة القادمة. سؤالي الأخير لحضرتك، ما هي أهم التحديات التي تقف أمام تحويل قناة السويس إلى مركز لوجستي عالمي؟ خلينا نتكلم إن احنا بنقول دلوقتي يمكن حركة الملاحة بشكل عام في الفترة الأخيرة في كساد تجاري عالمي، فبالتالي الحركة قليلة، لكن ده على مستوى العالم. لكن حتى التحول لمنطقة لوجستية، طبعا اتكلمنا على الاستعانة بالمصريين في الخارج، الاستثمار في هذه المنطقة والتسويق لها بشكل جيد، وفي استثمارات، في مشروعات، في أنفاق بتحفر، في كافة الأعمال التي تحول هذه المنطقة إلى منطقة جذب استثمار كبير جدا من الصين، في استثمارات في من كافة مناحي. إزاي احنا بناخد تجربة زي الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا في زياراته الخارجية يمكن بيطلع على هذه التجارة، يعني زي دولة زي سنغافورة فيها موانئ كبيرة جدا. شفنا زيارات مختلفة، وكانت ازاي ننقل هذه التجارب بحيث ان احنا يعني تتحول هذه المنطقة لمنطقة، وهي بالفعل هي منطقة واعدة لمصر في المستقبل. الأستاذ حسن عبد الظاهر، الكاتب الصحفي بجريدة روز اليوسف، شكرا لك على هذه الاستفادة في التحليل والعرض لما ورد من أخبار معنا اليوم. أهلا وسهلا بك. شكرا لكم مشاهدينا أيضا على هذه المتابعة الكريمة. منكم غدا في الموعد نفسه جولة صحفية جديدة. إلى اللقاء.